مزغوتي عزوز جندي متقاعد، مزغوتي عزوز جندي متقاعد من الناس اللي حاربوا هنا في مدينه في المحبس ايام زمان في 82 83 84 الى غايه 91، وحنا لا زلنا جنود مجندون وراء صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره. راه الا احتجنا الوطن في هذه الاثناء راه غادي نحضروا وندافعوا على بلادنا. وتحيه الجاليه المغربيه اللي دعمات هذه القافله ديال المرابطين، قافله المرابطين بفضل لكم هذه القافله، راه انتم هما السبب. وان شاء الله عندنا من هنا غدا ان شاء الله غادي نكونوا في مدينه العيون، وبعد الغد غادي نكونوا في مدينه بوجدور، وحنا غاديين. تحيه للمغاربه كاملين، ودائما تحت شعار الله الوطن الملك. العالم الوطني هو العالم هنا. هيا لكم تحياتي لكم من الصحراء المغربية، وإن شاء الله العقوبة للصحراء الشرقية ديالنا. ونحن كجنود مجند وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نقولها ونرددها، إن حلفنا القسم ألا نخون العالم وأن نجود بالدماء في الدود في حمى الوطن. أرواحنا ليست لنا حتى نعز الوطن، إن لم نموت عن أرضنا بؤنا بلعلة الوطن. ويحيى الملك ويحيى الوطن.